لكن روان، هل قدمت السلطات الأمريكية أي تفاصيل حول منفذ حادثة إطلاق النار، وخصوصا بأنه يمثل أمام القضاء الآن؟ نعم ليال، فقد قدمت السلطات فورا صور المشتبه به ومعلومات حول خلفيته وانتماءاته. فسريعا تم اعتقال راين ويزلي روث البالغ 58 عاما، وهو ناشط ديمقراطي تبرع للحزب 19 مرة منذ عام 2019. وتظهر ملفات لجنة الانتخابات الفيدرالية أنه خلال 2019 و2020 ساهم راين بتبرع على منصة جمع التبرعات الديمقراطية أكت بلو، وكانت آخر مرة أدلى فيها راين بصوته كديمقراطي مسجل في مارس الماضي، فيما تم اعتقاله 8 مرات في السابق لارتكابه جرائم خفيفة منها سرقة وحيازة سلاح. وكان روث منتقدا دائما لترامب، فقد نشر على منصة إكس عن محاولة اغتيال الرئيس السابق في يوليو. المشتبه به كان مناهضا عنيفا لروسيا، بل وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أنها أجرت مقابلة معه قبل عام أعرب فيها عن رغبته في القتال والموت بأوكرانيا. أما على واتساب فتقول سيرته الذاتية: يجب على كل واحد منا أن يدعم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، يجب على كل منا مساعدة الصينيين.